معكم في نوفيل جينيراسيون، هذه ساعتنا الثانية مواصلين حتى المساعتين. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا في الكيسية تسمعوا فينا ولا تفرجوا فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام، كيف كيف عشان يوتيوب اف ام تي في. في الساعة الأولى رجعنا على الأعمال الكل. عليك يا اخويا محليه والله والله، هذا نجم 16 والنجم القادم للأعمال الرمضانية، وقد يكون واحد من فريقنا في قادم الأيام. أمين لي مام. أهلا وسهلا به التقديم هذا. أشكالك فيها واحد من فريقنا صحيح. بروبوزيسيون في اللايف على المباشر. أنا معاكم خويا. الله يخليك، مرحبا بيك خويا في كل وقت. يا خويا الوليد قديش ما خف وقديش فيسع يدخل القلب العجيمي. عاش خويا مروان والله. وهذا اللي تكلم توا مروان بوزيان. مونغاتي مونغا سيغ. نحب نقول رمضانكم مبروك. ويزي ان شاء الله عام السنه ما يكونش صعيب، وفما تخمه نتاع اعمال رمضانيه، فما اولاد مفيده قاعدين يحكيوا عليه. عجبني زاد الفهم في هذه السيزون الثانيه نتاع نجوم الليل. نسيبتي العزيزه نجوم الليل زاد ابداع شفيق الحاذق. صحيح، يعني ابداع كبير برشا. ابداع اللي ما تكلمش تو هو احمد العجيمي. شكرا 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 جزيلا. بالحق على ذكر 16 16، ومعنا واحد من 16 16، ويعرف قديش منك بالحاج سيناريست محلي على الاخر. ابون برافو عليك احمد العجيمي. اللي تتكلم ولا ما تكلمش على قلبك العسل الجميل عفتويتي ليدي العسلي. هلو هلو، مرحبا بيك ومرحبا مالوغوزمون ما فماش عزه الايامات غايبه علينا. كي ترجع نقول العجيمي خويا. على ذكر 16 16، انا فرحان برشا المحمد علي التونسي، على خاطر عنده مده كبيره هو يستنى في فرصه كيف من هكا، فهمتني؟ دور بطوله. شكون محمد علي التونسي دالي؟ استنى برشا سورتو، خدم برشا معناتها هابينغ، خدم برشا ستاند اب، خدم برشا كذا، دونك سنه جاته فرصه باهيه انه خذا دور. 2021 رمضان في تونس بطل، 2023 في مصر، وقال لك 2025 في هوليوود. نحب نعمل ان شاء الله. انا ثقه النفس اللي عند محمد علي التونسي نتمناها تكون عند بما انه احنا انه في الجنراسيون. نحب نعمل تحيه للشبيبه الكل السنه اللي طلعت. مالك بن سعد برافو لي في الحرقه، سيف عمران في كينيا ما كانش، دالي اللي هو اخونا وصديقنا من الفريق ابدع في 16 16، كيف كيف احمد ريابي قرنقص ريان برشا عمر العجيمي صحيت امين شو اسمه امين الامام اللي نحكيو معاه توا على تجربه نتاعو في 16 16. توت سويت عمر العجيمي. التجربه في 16 16، دورك امين مالك بالحاجه فما شخصيات تكتبهم للممثلين ديريكت. اي انت شخصيتك كتبت لك انت ولا تكتبت ثم جاء امين الامام؟ لا هو اوفيت كلمني تكساس حمدي قال لي فما رول، هو على باز كان اسمه باربي. ايوه كان رول اخر جمله رول سترك ربي. اي لا رول بالحق. لا والله ياسر محليه. اي في الحبس معناها نفس الرول، اما كان شخصيه اخرى. اسمك باربي في الحبس؟ في الحبس. اي جو كبير. أي حتى صغيره ما تبعدش على باربي. اي وي دونك كلمني قال لي فما بيلوت باش نصوروه، اسكو تنجم تجي ولا؟ مشيت صورت بيلوت معاه، بعد بدينا نصوروا طول. ماذا بيا تحط الكاسك يمين باش تعيش الدراما، باش نحكيو على العمل الريح. دونك شخصيه ما تكذبتش لك انت؟ لا ما نعرفش، ما تكذبتش لي انا بيان سور. معناها مش قاعد مالك بالحاج يكتب امين الامام هذه. خاطر هما شخصيات اخرين تكتبوا للممثلين. والله كيكا ما نعرفش. نقول لك. كيما شكون؟ دالي مثلا. ممكن هي شخصيات رئيسيه. شخصيات رئيسيه معناها. انت هزيتني لسؤالي ماذا كون كان بعد تنقدموا تو. لماذا يا امين الامام؟ هو ولو ربي عين الناس كل طبعا. فما معناها وجوه جديده نجم نقولوا هو برشا من وسائل التواصل الاجتماعي جاب حمدي جويني وكله مالك. ظاهرين حضورهم اكبر في السيري هذه اكثر من امين. اليمين عملوا له تسمى خدم في قلب الذيب دور مهم جدا. في التمثيل بدينا معناها نقبلوه كممثل ما عادش ككرونيكور ولا هيموريست او ممثل معناها. الوجوه الجديده تسمى خذيت حضور اهم في السلسله وهذه انت تصور زاد شفتوا هكا ولا؟ صحيح. والله انا ما نشوفش تتقاس هكاك معناها. تو مثلا اللي مثل قضيه في 16 16 يوسف مارس اللي نسلم عليه. انسان مبدع معناها، ممثل غول برشا، ممثل كبير ياسر غول برشا، ما ظهرش برشا زاد كيف كيف. وهي اختيارات
تنجم اذا كان ممكن فما دو مثلا. اي مي هذاك ضيف شرف جي مش دور اقل، فهمت؟ فما فرق بين ضيف شرف يجي ساعات، حتى فتح الهداوي ساعات يعملها في عمل صحيح. مثلا في الزوجه الخامسه مسلسل تعدى بون ينا بيرسو شويه في الوطنيه، فتح الهداوي يظهر في زوز مشاهد كضيف شرف للعمل، فهمت؟ وي وي سي فري. انا نمن بحاجه تنجم راه ساعات تاخذ دور رئيسي اي وتعمل اغلاط تخليك ما تتكونفيرميش، الوغ كي تعمل حاجه صغيره تنجم تعمل حاجه صغيره هكا في الخفيف نجم تعمل ما فهمت ما اختيارات راهو طارق، معناها ما نجمش ندخل في حاجه. انا كلموني قالوا لي يجا، صحيح فما وجوه كذا وكما قلت انت، مي مخرج هو اللي هو هذيك الكتيبه شعطات بالضبط، هو اللي يشوف. لكن الكتيبه ما كانتش نفس الحاجه نتاع الدور، كانت حاجه اخرى، نجم نقولوا كان دور اخر. اي انا كنت معاك قبل ما يبدا التصوير كل كان مختلف. بعد كي ريت العمل سالت انا قلت ما مش اللي حكي لي عليها اي وقت تقابلت انا وياك وحكينا صحيح. هو كان بيرسوناج اخر جمله الحقيقه ما نعرفش شنو اللي تبدل بالضبط، مي ما اختيارات كما قلت لك راهي طارق فهمت. احلى القصه كي ولا دورك هيك بيان سور ليه، انا نحب ديما عندي سباس ماني حبيت كنت عندي تكون عندي اسباس اكثر. دونك الدور كان اكبر من هكاك؟ اي كان اكبر. كان اكبر من هكاك؟ كان اكبر من هكاك، ممكن هو ركز على حاجة اخرين حمدي فهمت، مي كان جاي فما اسباس اكثر كنت نجم نوري حاجة. انت فرحان بالبرفورمانس تاعك راضي على الخدمه الكل؟ وي وي الحمد لله. ما شفتوا مين في ال 16 ولا؟ شكون شاف؟ انا ما تبعتوش 16 الكل لقطات، معناها رمضان كل ما تبعتش برشا، ما نتفرج معناها يعرضوني فيديوهات حلقات نتفرج على الفيسبوك كل ريت معناها لقطات. يعجبك في المشهد اللي عملوا البرة من الحبس هذاك؟ ما فماش برا من الحبس. ابدع. برافو. الدور كان يخرج من الحبس هكا ولا؟ شخصي قبل من الاول في الكتاب. في الكتابة اي فما كان عندها تخرج. فما اي من بعد خاطر تزربوا جاء في وقت، هو راه مشكلته وقت، مشكلة 16 بالحق راهي كانت معناها إذا كان جاء فما وقت كان جاء حتى نتاع ثلاثة جمعات ولا جمعتين زايدين راهو خرج خير برشا. هو توا باهي محلاه، هو باهي لا هو محترم، هو محترم باهي، هو باهي حق معناها. أما جاد كيف كيف ما خذاش حظه في الإعلاميا الحقيقة معناها، ما خذاش حظه، ما كنا نعرفوا نحن كي عمل نحبوه يمشي نمشي وراه العمل نحبوه ما يظهرش ما وي بتاتر من الاول، من بعد بون حضروا حتى الناس اللي خدمت في العمل حضروا في مزغيك في فين فرق الكل بيتحكي هو بالوقت زاد خذا مشاهده في اليوتيوب شوي بشوي فما حلقات كانوا الاولانيين على اليوتيوب هكا ولا انت بالنسبه اللي كنت يافي ان بروبليم دو كوم؟ والله انا شفت الحقيقه ممكن اي فما شويه مشاكل نتاع كوم، فما شويه مشاكل ممكن نتاع نعرفش فما حاجه حسيتها انا ما مشيتش ناقصه في بيوع العمل صحيت. لو جاي مثلا في قناه اخرى حوار ولا تسعه كان يمشي اكثر ولا مش غادي؟ كيف نسمة تعمل في يسب مشاهده يسب عاليه، مشاهده معناها عاليه برشا. وي فما مشكل هي. بالحق ما عرفتوش شنو اللي ما خلاش العمل ياخذ حظه وكهو، هذا الشيء نجم نقول. تعتبره ما خذاش حظه كما يلزم؟ ما خذاش حظه كما يلزم. اي واضح. نتصور اذا كان فما دو اذا كان فما 16 2 باش يكون حاجه اخرى جمله. واذا كان دورك بنفس المساحه تقبل تكون فيه موجود؟ نقبل تقبل تكون فيه موجود. نقبل ما فما حتى انا اخي انا ديبيوت كارير ما عندي ربع ساعه. اللي يجي مبروك تو نخدم بيان سور نخدم مش اي حاجه بيان سور، معناها مش نحط روحي في حاجات فما شوية قدر وكا وفهمت تخلي خي احنا الممثل شنو يا اخي فنان راهو اعطيه شوية قدر وحسوا بقيمة ومسؤولية صحيح. تو تشوف شنو يعطيك تو يتسيب يشيخ يعطيك الشيخة هيك واحد اكزاكتومون باهي. هذا برميلي كان نحكي على بعض الوجوه الجديدة اعطاها تقييم ونرجع لك بعد شوية رايك في عزيزوس الشخصيات الجديدة اللي مثلت في 16 قل معنا راجعين معكم بعد شوية الجينيراسيون مع طارق الحناشي. ماضي ساعة و17 دقيقة مواصلين معكم حتى الساعتين في نوفل جينيراسيون بكيت مروان بوزيان مونغاتي ليدي العسلي هلو هلو أحمد العجيمي أهلا وسهلا أمين الإمام أهلين وسهلين. نكمل معاك وين كنا عزيزوس في السيري هذه برشا حكاو عليه الوجود نتاعو يمثل بالشخصية نتاعو شفشة أي. كيفاش ريتو في السيري؟ والله كأول مرة يعطيه الصحة وكهو يعطيه الصحة؟ يعطيه الصحة أول مرة معناه سيبوه بالله سيبوه بالله سيبوه بالله يزينه ما خلي يعرف يمثل ما يعرفش ساعة الناس كل ولاو يقيموا الناس كل ولاو يعرفوا يقيموا تو أنا مثلا والله مانيش قوي في الحاجة هي ما نعرفش نقيم أما نعرف عبد
يحب يخدم عنده الرغبة أنه يمثل كما أنت حتى تو هو مثلا نقوله ما يعرفش يمثل صحيح يحب يمثل ينجم يتعلم ينجم ذي إكسبرينس ينجم سبحان الله معناها فهمت خلي العباد تخدم خلي العباد تحلم خلي العباد فهمت صحيح أنا معاه الأمور مع أي إنسان أي وجوه جديدة خلي يتعلم باش يفهم روحه ويعرف بلاصته ينجم عز زوز سنة يقول لك أنا ما عادش نحب نمثل ما عجبتنيش الإكسبرينس ينجم يقول لك أه خلينا ندخل نقرا توا تمثيل خلينا نشوف اموري كيما قرنقص كيف كيف يعطي الصحه جاوبيه هاي لي قرنقص شوي فهمت معناها هشام قدوش في الجاسوس في الجاسوس هي عمل ظهور كيف كيف عمل الحلقه مزينه هي هشام تاعي ليديا ليديا العسلي عمل ظهور في الكوجينه بريك بنين هذا الفريكاسي نقطة قوة العمل امين يلا بسرعة شنو نقطة قوة 16 نقطة قوة 16 خلينا في الايجابي اي ليه بيان سور نقطة قوة 16 ممكن برشا ما لقيتهمش ولا شويه وما لقيتش الاوريجيناليتي نتاع العمل نتاع كيفاش كيفاش تكساس معناها حمدي جويني قدم معناها حاجه اور العادي في اور العادي اور العادي حتى في الضحك حتى في الامور خرج معناها غامر اوترومون ممكن هذاك علاش ما تفهمش برشا اما سافات باهي فهمت وي 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 خاطر مغامره انا نراها الحقيقه مغامره ناجحه انا جماعه هذه قلت لكم خلطت عليه 16 بلي مغامره بالممثلين ناجحه وحدة بالفكره ومالك مش اول مره يكتب معناها تحيه لي مالك بالحاج بلي اونتر بارونتيز فما زاد فايبا البطل وي فايبا بصراحه عجبني برشا انا ابدع وخرج من الوجهه نتاعو المعتاده بالرول معناها بال كي عمل التريز وكل سمباتيك برشا سمباتيك معناها وعطاه على الاخر ياسر يتعدى للمشاهد نجم العمل امين نجم العمل نجم العمل نتاع 16 محمد علي تونسي محمد علي تونسي هو نجم العمل محمد وحتى مهذب الرميلي زاد لا لا نجم واحد واحد بركه محمد علي تونسي محمد علي تونسي هو نجم 16 اي محمد علي تونسي يا فخرنا يا نوفل جينيراسيون يا فخرنا نجم مسلسل يا نجم رادس مثالش فرحان والله يا فرحان وانا اتنبأ لك خدم شو اسمعني يا تارك اللي يخدم صح لحظه لحظه خلينا نفسر لك محمد التونسي فرحان له على الاخر ويخدم له وذيك هي معناها بيان سور يستحق معناها طبعا وان شاء الله على قريب عجيمي نشوف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لانه العجيمي راهو مسرح غول برشا مستنيه ان شاء الله على قريب امين شنو العمل في التراجيديا مش في اللي سيري ترجع لك بعد ريت فيه روحك منك عم نوريك في عمل تراجيدي قلب الذيب شي عمل في اولاد الغول فوندو حرقه مشاعر مناوير اي ريت تروح باش تكون اكثر اي في الحرقه في الحرقه في الحرقه اي غادي نحبهم لي سوجي كيك بالحق الوسليتي قدموا له تحيه اسعد الوسليتي وي ابدا اسعد عمل خويا حاجه اللي راه فما دي ميساج معناها قويين برشا برشا ايموسيون برشا ايموسيون في الحرقه ينجم يجي مخرج وسيناريست يقدم الموضوع نتاع الحرق على اساس يوريك شنو هو الحرق هو يعطي يوعي الحرق خايبه مساوئ الحرق من كثره ما صحيح. انه راهو نحكيه على نيفو نتفليكس السيد راهو راهو كيفاش انا شفت معناها نقعد خاطر انا ديبلومي غاليزاسيون على باز دونك نتبع لي ديتاي نشوف كيفاش حتى كيفاش يقدم في الاحداث تو نشوفوا كاتر اكس اربع حكايات والباهي انك دبلومك قاعد تخدم به يتلموا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعرف الاربع حكايات يتلموا مع بعضهم في حاجه في مترو صحيح كريتهم كل سيكونس وتحسوا راهو دوكيومونتير ساعات راه صحيح تتبع في كثرة ما ريال معناها من كثرة ما الحكايه ريال البحر عشنا معاهم فيه اكزاكت تحسها ماك الخنقه نتاع الواحد تتفرج هما في الشقف وصلت تحس روحك معاهم في الشقف وصلت وانا الممثلين اللي نفس ليكيب هي نتاع المايسترو مبدعين نتاع الممثلين الكل الكلهم الكلهم طاقات رهيبه انا خاصه تحيه لمريم بن حسن مثل الاخت اللي خلطت على اختها في ايطاليا حاجه مريم بن حسن طاقه رهيبه برشا حاجه وجايه جندوبي زاد عملت هذيك اللي في ايطاليا شو اسمها ياسمين بوعبيد ياسمين بوعبيد فمش لغه ما تحكيهاش هذيك ما شاء الله عليها تبارك الله وخمسه وخميس على هذا في ولاد الغول دورها به اي ليه اما ليه في الحرقه راهو انا اول مره نشوف ممثله تونسيه تحكي لغات الكل لبلب. بالطريقه هذيك ليه تعارك بخفي. تعارك ايطاليا تعارك انجلي تعارك بالطرق الكل ايطاليان بارفي فرونسي بارفي وتتفاعل باللغات الكل بار كونتر انا ريت امين في دور امين ما ريت ينجم يكون عنده دور مهم برشا في الحرق انا مول الريستورون اللي في ايطاليا اللي يحكي باش تشد الكيسه لا هو شفت امين هو يكون مول الريستورون في ايطاليا اللي يخدم فيه التونسي اللي حب البنيه اللي قال حقا وينه ذاك اللي قالها نحبك يا خويا من نهارتها قالها نحبك يا ودي من نهارتها ما عودش تظهر ومن والبنيه ما ومن حبي من قتل البنيه رجعوا هاجروها للكوديفوار جوكروا هما حكيو بالفرنسي في ايطاليا هما في ايطاليا حكيو زوز بالفرنسي الولايات كنت فرجت فيها السين عمل زوز كيسين
ايه. فهمتي باهي تونسي هو حاشا الشر نحبك معناها حتى في ايطاليا ومن وقتها ما ظهرش باش تعرف قديش الحب يوصل في تونس حتى في ايطاليا وبالفرنسي وافريكان يحكي معاه شفت علاش اعتزلت انا معاه شكل بكي ولا حق استنى 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 تي خبرك باش تعطينا بكي اليوم غير درج ديما في رمضان ديما في الاخر اللي الاعمال الرمضانيه زاد ما ننساوش فما دور مركب عام السنات معناها نجاح باهر منجي العوني منجي العوني وي وي عمل برشا خدمه انا في انا عجبني في المشهد الفجعه انك تقعد راقد 15 حلقه والاحداث تدور عليك صحيح راه دور مركب على الاخر فما زاد الاصعب من هذاك يقرا الاولاد الصغار في السيناريو وي صحيح وي هو طلع نفسه بعد بلا هو ذاك الملك هو كبر خاطر برجو ليا انا اش قعدت نقول كيما اللي خممت وانت في فتح الهداوي قلت معناها مجرعون جايبينه بعد السنوات هذايا الكل باش يقعد كيكا باش يرجع يعمل ساتور يسموه زبالة خير اي صحيح رغم وحسب ما نعرف منجي العوني تفرج في ليزانترفيو بالطبيعه هو كيفاش كلمته قال استناوني في رمضان بالك يحكي على رمضان الجاي رمضان السنيما اسمعني اسمعني والله يطلع ما قالش رمضان 2021 ما قالش رمضان 2021 منجي العوني انا راني بالرسمي نشكر فيه تحيه لي منجي العوني انا نحبه برشا وديما كنت نتابعه سيري ترى فيها روحك ابار خاطر ما ماهمش دي سيت كوم بناخذ دون كان ما كانش جاسوس انا ريت روحي في عيشه فل وي ريت روحي في فما تسريبه بعد العيشه فل لا الحلقه ذيك تو نحكي لك الحلقه ذيك مش تسريب والله بالله على ذكر عيشه فل والله نحكي سريه راه فما برشا اعمال نحكي اون جينيرال ظلمت بالوقت صحيح فما برشا اعمال الكونتينيو يبدا محليها على الاخر اعلاميا ما يخوش حظه صحيح بالضبط هي هذا هو بالضبط اللي صار في عيشه فل هما معناتها اصحاب عمل بتاع عيشه فل قالوا راه ظلمنا الوقت خاطر هو تعدى في ال 15 يوم الاولانيين كان يتعدى التسعة واش صحيح بعد الحرق معناها كان يا ما كانش الحرقة ديجا الحرقة تتعب ما فرش فيه بعد يجي عيشة فل وفيش كان يا ما كانش كان يا ما كانش ولا عيشة فل من الأول من الأول وكان يا ما كانش في الأخر كان يا أخي عاود زمم الوقت مرة أخرى زادة نسب المشاهدة في كان يا ما كانش إعادة ملحناش تظلم كيما الفانسيت هو راه خدمو زوز مخرجين عيشة فل مروان سيدي انا ريت منه عيشة فل ليلة ما احلاه وقت 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 الظلم تحية لسامح حسين تعرف اسمع انا ما تفرجتش فيه الحق نتاع ربي اما كما تقول انت كومون الكوم ما خدمتش بالكدا بالحق بعد رمضان عندك اون ايماج نتاع مسلسل اصلا ما تفرجتش فيها هذه مشكلة الكوم وي في السيري قلت لك في السيري ريت روحي في كان يا ما كانش على الاخر كان يا ما كانش دقيقة واحد من ثلاثة واحد من ثلاثة لا بالحق كان يا ما كانش انا نحب ياسر الجو هذاك اي عندنا حاطه بالحاجه احنا هنا ونحب اللي تعيط عبد الحميد احنا حاطم يخدم معنا في الراديو ما عيط الناس 70 قبيله في كان يا ما كانش في حتى قبيله ما رانا في حتى قبيله ها حتى قبيله واسمعني وتتذكر لهنا كي نقابلوه في الاوف الاولاد هكا باش يحلوا الكاستينج برا صحيح كملوا التورناج قلت له وين الكاستينج قال لي كملنا الكاستينج صحيح اذا كملنا صورنا انا قبائل هذوكم الكل يا كونتر والله يا عجيمي 12 سنه مسرح 20 قبيله ما فيها حتى شخصيه ما حطناش حتى نتفرجوا في مسرح الجم على قلاده يغني على قلاده حتى في جرونيت نتفرجوا من بعيد يحضرنا في التورناج تنشجع يا اخي صحيح واحد من ادوار الثلاث شكون اكثر جهاد ولا عزيز ولا لا سيف لا في حتى واحد فيهم لا لا بلايصهم لا عرفت حاب يقول سيف خاطر سيف عمل له انتيا خضر والله كنت نجم نجم راك انت امبوسيبل نجم نخدم الدور خير من سيف بالحق مستحيل امبوسيبل نجم نخدم الدور خير من جهاد ولا خير من عزيز بين ثلاثه لهم هما ثلاثه لهم هما بين لو كنت اكبر شويه في العمر بين دور سليم ويحيى ونوردو انا هكا ترتاح اكثر تخدمه هكا كان يقولوا لك امين عند ثلاثه دور هذوما واختار اسمع برج ولي انت تفهم خير في العين الاخضر هاي والله ثلاثه تيتر هذيا راه تيتر تيتر اي انا عارفك وين تحب تيتر تيتر امشي يلا قاعد لا 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 حبيت نخدم اصبر لا ما حبيتش نخدم غريب سليم سليم لا لا مش ثلاثه والله ثلاثه ثلاثه دوار تيتر احلى تيتر احلى ما خدمتش اكتب امين الامام نستحق ثلاثه دوار خير منهم الكل باهي وساوس النجمني اخطات في الكاستينج خلينا في اخطات في الكاستينج لوجيكمون ما تجيش تصور معناتها الاب عبد الرؤوف بن عمر عبد الرؤوف رؤوف بن عمر رؤوف عبد الرؤوف بن عمر القدير القدير رؤوف بن عمر تحيه لي الاب رؤوف بن عمر والام نعيمه الجاني والوليد امين الامام معناها كي ترى الكومبينيزون ماشيين ولاد مفيده نحن والله اسمعني وحاجه اخرى والله لاحظت حاجه اللي هي جميله جدا ولات تفضل انه المخرجين ولاو عندنا دي ستار مخرجين اي صحيح
معناها اللي ولات في تونس بل حياتنا الكل ما نعرفوش شكون المخرج. تعرف كم بالاسم وتشوفوا في الاخر. اي نعرفوا بالاسم يا حمار. صحيح تو مثلا ولا يعرفوا عبد الحميد بوشناك يعرفوا الاسعد الوسلاتي سوسن الجملي. فهمت صحيح صحيح صحيح. فما هذا ما يدل على انه الاندستري نتاع التمثيل والسينما والتلفزه ماشيه وتتطور صحيح حتى في السيناريو حتى في السيناريو ولا يتشاروا السيناريو تاعك خاطر ليتاب هذيا ريت مصر والمغرب واللي لبنان تعداو بها قبل ما يعملوا اكل التنجيز هذيك انه المخرج ولا هو يعرفوه العباد برشا ساعات اكثر ممثلين دونك جست حاجه الاخرى حاجه الاخرى تك تك انه انا فرحان اللي سنا الاعمال الكل سون اكسبسيون كلهم ما فماش عمل خايب في الكاليتي في الكاليتي اي في كل شيء في كل شيء خلي ما انا كي تعمل موين اوكي كي تعمل موين نتاع مسلسلات الكل بالسيري بكل شيء يعني اجمالا الاعمال الكل سناء في المستوى تحيه كلهم عملوا مجهود الكل احنا كان عملنا شويه تفادليكو كلها سميعه تفادليك سميعه تفادليكو على الاعمال لانه راك تخدم في عمل نهار تورناج تحس بالناس هذيك انا الناس اللي تعمل نقد لاذع احنا الناس كل تقبل منا وفات الكوسوف ما فما نقد لاذع نتاع بدايتنا زمان ما كاين هذاك ما كانوش غادي وزيد الممثل هذاك والكل فهمت راهو الناس اللي راهو ثلاثه واربع شهور المسلسل راهو بين ثلاثه وسته شهور معناها تعب كان تخدم شويه بركه في عمل ريتكي باش تقيم اي عمل تخيل انك فيه بعد قيمه تشوف كيفاش تولي الكلمه تلطفها تقدرها اكثر فهمت سورتو اي صحيح اما بار كونتر كي تبدا خالص هذا ها تبدا خالص صحيح على ذيك انت ممثل في عمله ماكش خالص تعطي لك لازم تزيد معناتها العمل ما ياكل على راسه شويه راهي راهي سيفيه هو شكون الممثل اللي العمل اللي يخدم فيه لازم بعد يعطي لك كلات هو السنا غايب بعد ما يخدم فيه كمال ورحمه يمه سامي الفهري هذا كان حبه والله تصويت عداو لو كان والله توحشني يا عاطف بنهسي اوي والله عاطف ممثل غول على الاخر ممثل عالم انا قريت عنده عاطف ممثل عالم في نسيتو راهو 2010 ومكتوب وكل قلب الدنيا عاطف 2008 2008 يلا نحب نسالكم فيسع فيسع عاطف بن حسين عاطف بن حسين تعارك هو سامي الفهري هو مول قناه الحوار عمل اعتصام في القناه الوطنيه تعارك مع القناه الوطنيه قناه حنا بعل بتبيعته ما خدمش فيها خدم في نجوم الليل اربع خدم من نجوم الليل اربع تعدى نجوم الليل اربع تعدى هنا في نجوم الليل اربع قعدت التاسعة خدمت في التاسعة مع شورب وصارت مشكلة زاد فوالا علاش كان نجيك التاسعة ما خلص وين تحب يتعدى سني معناها أنت غيابه فما تونسنا إي مع غوار فما خدمة نتاع سامي دريدي في تونسنا تحية ليه يخدم خدمة زادة برافو عليه يخدم ويحاول تعدى في تونسنا في من أول اليوتيوبر اللي يعمل خدمة كي تورناج ودنيا وتعدى في تلفزة تحية ليه تحية لسعاد بن حسين وي يلا لو كان يلا مروان تحشش ولا لو كان خارج بالكرهبة وأنت صايم في الرون بوان وقفوك خطاوك على السنتور اي فاش غالطين فاش غالطين ماكش لابس سنتور غالط معناتها ماكش لابس سنتور تحشش ولا خطيوك تحشش على شنو خاطر خطاوك على السنتور 60 دينار 60 والله ما نعرفش تنرجع لك لو تنطو فما العجيمي باب الغالي لو كان انت خارج بالكرهب اي باي خليني نعيش لحظه شويه اي خليني ادور تصوير كهرباء خليها كهرباء شلونها كهرباء شلونها برا ناخذوها مش مهم لونها مش مهم لونها برا حمراء سيري 150 جدو علاش 150 هكا شتيتها شتيتها 150 150 3042 مثلا واضح باهي بوتوتو بوتوتو السيري نتاعو 150 3042 بالله يبعث لنا ميساج في الباج قلنا جوست على نوعية الكهرباء معنا كهرباء مش كثيرين نعرفوا مولاها كي نقول لكم مولاها شكون تدوخ بوك لا غير ما تقول ما غير ما تقول حاجه عندها علاقه بالبكي هي تقول لك عجيب به يلا تتحش ولا الله سريع لحظه لحظه نقفوا هنا نحشش رجل اماني هذيا كرهبت اماني لا رجلها حس لا لا اماني ولا كرهبت رجلها مالا بوها ها؟ ليه ما نجمش نعطيكم تفاصيل؟ ماني عطيت سيري ما نجمش سيري قداش؟ ها؟ سيري 105 3000 وقداش؟ 150 3042 3140 باهي يلا تحش ولا وقف في الرومبو ما نحشش ومن حقه انه يطبق القانون ابو بيان سور نحترم الشرطه نحترم الشرطه وعلاش ما تلبسش ما تحطش سانتور انت؟ خاطرني انا ماني صايم خرجت مزروب مش بالعالي ما عندكش كهرباء صحيح خاطر ما عنديش كهرباء امين خطرك على السانتور في الرومبو
ما نتغشش بيه. نتغشش؟ نعطيه مفتاح الكره باوراق السياره كل شيء فلوسي الكل. بيان سور نتغشش. شنو ما 60 الف هكاك نحطوا سنتورنا خويا ونحترموا رواحنا باهي مش في رون بوان خطاو خويا في نورمال كياس عايد ما خط هي شوف الفعل خطاوني الخطيه توجع هي الخطيه توجع صديقي شكون يتقهر كيفك يتخطى انا ما انا نهز قارع انا كي نعمل حسابي بتاع 60 دينار هذوكم تعملوا لهم حسابهم وين ماشيين كي وتقدر كك الخطيه انا انا لو صارت لي مره طرفه معني وقتها انا تو ساعات مثلا في الشارع اردوني مثلا حاكم يوقفني بوليس امن امن كذا اهلا سفاش نحوالك عاملين في التلفزه يعرفوك فما عبيدك اللي يخدم خدمته أما عادي منهم مره زوز وقفوني اقسم بالله اختا تبعوا في قلب الذيب مانيش لابس سنتور لبافيت ساعه يحكي وشنو حوالك مين وبرافو تبعوا فيك وكذا وكذا وانا نحكي ساعه شيخ. انا جيت باش نمشي خدم اي وين ماشي قال في بالك في بالي احنا بلد القانون اجي اخويا ها وسنتور انا صارت لي غدره ما تعرف كيف مره خطوني على البافيت 60 دينار طلبت صاحبي طلبت صاحبي قلت له اسمعني جيب لي تو 60 دينار جاي صاحبي هو صاحبه جاو من غير بافيت خطاهم 120 دينار اللي يتبعك دونك يربح صحيح ليديا تمشي على في امان ليه انت اكثر واحد تنطبق عليك اكثر واحد تسوق فينا انا منهم مره كي وقفني بوليس وقال لي شبيك مادموازيل ماكش لابسه سانتور قلت راني مريضه بالفده والسانتور تخنخني وعدك عادي لا خطاني وعطاني ادريسه نتاع الطبيب نتاع ها والامن كي يخدم الشعب نتاعو انا باش نزيد نخليكم تحشوا اكثر بعد ما تخطيتوا على السانتور قدمتوا الرومبوان اللي بعده لقاو امن وقفوكم جيت باش تسالوا انت تقول له بلي تنجمش تكلم لي زميلك راهو خطاني على السانتور تنجمش تنحيه لي قال لك راني باش نخطيك على البافيت اللي ماكش لابس تحشش ولا نكلم له الشرطه الشرطه هو شرطه الشرطه الحكايه ما نعرفش وين صار لا بوليس لا بوليس اه الحكايه ما نعرفش وين صار وين صار تحكي ما نعرفش تفكرني بحاجه هكا خرجت البارح ولا ما نعرف وين البارح خويا صارت نفس الحكايه مين والله بالحق كيفاه لقيت طارق جاي لقيت فاكولو كارت جريس والله العظيم فاكولو كارت جريس واحنا ماشيين ولقينا دوريه اخرى وقفنا لها باش يسالهم طارق اسكو معناها علاش فاكولو كارت جريس بالحق قال لي هو قالوا لي راه فماش رخصه البارح تمشي جمله لا راديو لا تلفزه لا شيء مشينا للروبوان فماش رخصه تمشي البارح هكا قالوا لي انا فهمت حتى هاشم نفس الحكايه اللي فاكولو اي ما فهمناهاش قلت لعجيمي مادام عرضونا دوريه اخرى نمشيو نسالوه نستفسر على الامر قلت له بلي باش نسالك قال لي ساعه انت باش خديك على البافيت 180 اخرى والله بالوقت امبوسيبل دونك الوضعيات من الواقع اما بعد كي عرف عجيمي تذكروا مثل في القيصر وتذكروا اللي هو نسكافيه وكله خطاكم على صحيت على المساط اللي عمله به لو كان مروان بوزيان اخوي نزك الوضعيه اخرى هزلي انت سيدي مروح بالخدمه اي ومعرس اول ما تدخل الدار انت باش تتكى تذكرك مرتك وتقول لك تقول لك ارجع جيب لنا زوز باكيت تحش ولا ما سمعتيش لو انت معرس اي تدخل للدار اي ما سمعتكش حتى انت تو شيء كلمه خبز ما يسمعهاش فما حاجات ما تسمعهمش الخبز ولا معرس ما تعادتلكش زوز فوالا زوز معرس سورتو اكثر برشا اكثر واحد خاطر انت كي تقول معرس اي نرغد قدامي ديريكت برشا مصروف برشا مشاكل صحيح برشا كدوات برشا كان زلت قضاء اي عاد كان مشيت في اثنين برشا نفقه كان كي تقول معرس عائلتها صاحبتها كان عرسنا وفيه الكدوات ليش كون هما الكدوات باش تعرس لا يولي فما المرج نتاع الكدوات عندك مرج ما فماش كدوات يا راجل اي هو طارق خاطر انت كي تقول عرس في تونس مش يعني تقول محبه يعني استابيليتي يعني راحه كي تقول عرس يعني مكاتبك والبورتفوي نتاعك ديريكت صحيح تقول عرس ديريكت اول حاجه يقول لك تو مواطن تقول كي تحب تعرس تقول لك تيب الليل عرس 50 مليون قبل ما يقول لك راني نحب نرتاح ولا نحب نتهنى ديريكت يمشي لك للعرس كذا وين خمسين مليون مانيش العرس نتاع دره وخطيبه في الفندق اسمعني درر وخوها معدي 20 قتل روح ما قتلهاش صحيح ليه ما قتلهاش معناتها نورمالمون تحت شجرة تبلها يا ودي هو اللي قتلها عندي ثقة في القضاء انا اسمع تحكي لي ما قتلهاش فهمتني وهي معناها وش بيك هادي 300,000 وعملوا وما صارتش وما جيش كوميم وما جي انا ما فهمتوش علاش يمو من الاول هو واسمعني خي هما بالليل نهرتها بعد نرجعوا بلينا انت بعد ما هزوه للبوليسيه هم حقك يا اخي وينهم توا موقف ولا ما حكوا لنا شيء ما يدر حلت في التليفون نتاعها
شاف تصويرتها عرس ما ردوهاش اللقطة اي 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 عرس شاف عرس اي خرج من الحبس خرج من الحبس وعرس اي يا خويا اش يطلع من اسمه من الحلقه الاولى انا حسيته رمز حسيته النهار اللي قالها الخاتم تاع الزوز ملايين هذاك الخاتم تاع الزوز ملايين عايرها بيه هذاك انا تعرف من وقتاش فهمته اللي هو باش يبطل يجبد باه ما قالها ما نصرفوش الفوندو جمله اليوم ما حكيناش على الفوندو صحيح هو فما عمل الاخر انجح من الفوندو نحكي برشا عمل ناجح هو الممثل عصام بالشيخ تحيه ليه انتو كا انتو شو سنجمني ها مش شو سنجمني الممثل ممثل عصام بالشيخ الخطيب انت تعرف الممثل هذاك شو اسمه يا خويا ريت كي تخدم في الدوامه صحيح في ليالي مش في ليالي مع ليالي في رمضان مش دوامه فما ريشيرش العجيمي بابا الغالي انت معرس دخلت للدار انا معرس انا شنو انت معرس كرانش اللحظه كيما كان عيش هالو تونس الامين آه. امين انت معرس دخلت للدار باش تتكى سي قالت لك المدام رمضان اي 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 في انت تصوم في سيد الايام تعمل ايام شوال ست ايام شوال بالطبيعه ديريكت دوب رمضان ولقب الامام صديق معناها متضلع في الدين عايش خويا عايش خويا بالحق من بعده خاطر نجموا نتحلوا وتحلوا في الموضوع خاف لا مش باهي اي مش باهي مش خاف لا تبحر معايا مش باهي مش باهي متضلع بالكدا في الدين نكتك في ساعة خاصة على الاخر على الاخر ننصحك سايب عليك مش برشا راني ساعة خاطر عنده كويز الدين على الاخر على الاخر امين دونك دخلت صاحبك انا ولا تعرفني وقتاش نطلبك وكي نطلبك ما نعرفش ديما نستحق مين الاربعة باهي ماك متضلع في الدين امين عندنا لقطة في مسلسل المشاعر تعديت فيها غلطة نحبك تقول لي شنو هي الغلطة اللي فيها عندنا اكستري كوجا كان عندنا اللقطة من مسلسل المشاعر كي نشوفها لنا كي باش نعديوها باش تقول لي انت الغلطة في شنو هي لو تون تحضر اللقطة هي كمل انت احكي لي شنو تعمل مع الزوز باكيت دونك نروح للدار في رمضان والمدام قالت لي جيب جيب زوز باكيت امشي لامي انا انت روح لامي علاش ماشي لمرتي في رمضان نمشي مع عزز مكرم ما تقوليش هم يجيب الخبز ابو وسورتو اللي هو في دارهم ياكلوا هيلثي ياكلوا هيلثي يزي بلا لا ما ناكلوش خبز كيفاش ياكلوا هيلثي في رمضان والله سلاد ورمضان وهيلثي احنا في الدار خويا انا وامي واختي وبابا ناكلوا عيد خبز سون غلوتين سون غلوتين صحيح فما اي حاجه سون غلوتين صحيح انتم زاد عجيمي سون غلوتين اه احنا ناكلوا كل شيء في الدار بلي كل شيء جلوتين وكل شيء جلوتين بغيرتين اي ليه مش على حاجه والله باهي على الاخر معناها خاصه خبز راه كل عجين وكل الحكايه هذيك راهي مش في بالك احنا البريك في الفور مثلا في بالك احنا بابا شي يجيب لنا طابونه يي ساعات ويغصب علينا ناكلوا منها ساعات وكي ما ناكلوش منها ياخذ في خاطر طب ليه ما تحشمش انت تسال في سؤال معناها مرتك تقول لك تجيب زوز باكيت تعشى ولا هي تبدا مسكينه تطيب نهار كامل وتقضي نهار كامل وتعبه حط صبعه عالكانه في الكوجينه وعلى زوز باكيت تقول لها ليه تحش ولا تقول تجيب باكيت زوز باكيت بالطبيعه نحشش ترى صحيح شنو زوز باكيت صحيح قولي ليديا نمشي لامي حتى انت زاد بيان سور اي تطلقى مطيبت لك قولي ليديا انا نطيب وحدي الخبز ما نتعبش راجلي ولا انت طيب اعطيني ريسيت نتاع خبز انت ما تعرفش في الدايات هذوما قداش عجنوا عجين وخبز هذوما عجنوا سوسيت كل اي نطيب الخبز تعمل على ذراعك باش ما نتعبوش باش ما نقولوش مشي شري الخبز ويبدا صايم مسكين ومحشش نطيب وحدي ما صحيح شنو الخبز اللي تعمله مروان ليه تعمل خبز لهوي هذيك بالبشكوت اللي عملوها نفخها في القهوه عرفت نفخها في القهوه بل عندكم يعملوها في الدار هذيك عندنا في الدار يعملوها هذيك بالبشكوتو نحسهم كانوا عملوا حاجه عظيمه برشا هذاك الكاتو الوحيد فخر كبير جدا كي يجيبوه لا صحيح لا كل فاني وكل بيستاش وكل بشكوت وما عزه هو اللي عملوه به ما جد وزاد على ذكر الماكل ونحس روحي سعيد برشا كي نعملوه به صحيح نحب نقدم تحيه لامي ونحكي معاها هكا في الراديو والناس كل تسمع وكل شيء عافينا من بالخبز لهوي البيتزا امي راك تبارك الله عليك في الكسكسي في الجلبانه في المحمصه اما في البيتزا امان بيتزا وفما ديما السؤال تساله لي خير من تاع البرا ولا امي تقول لي راه فيها في الفيسبوك تجي هكا ويلي في الفيسبوك تجي هكا تقول لي كل مره زيد كل مره تقول لي اسمعني هاني زدت تعلمت حاجه جديده نقولها شنو تقول لي كيما يعملوا البرا ايش قولها شنو كيما يعملوا البرا تعلمت نشيح التن خاطر هي قبل كنت من حكت التون ديريكت تحط في البيتزا فهمت عندك زاد الفريت يا خويا الفريت نتاع الدار مش كيما الفريت نتاع الشيء مستحيل يجي كيف كيف اخزر لي تقول لك الفريت اللي نتاع الدار زيت زيت ويجي اكحل ويجي اكحل يبس يجي مع الحبد
تاع البر لا جيمي انتم عندكم مشكله مع الشربه هكا ولا الشربه الشربه ما هي الشربه ومش نفس الشربه وبوك ديما شو الشربه اللي تعملها امك المغرفه تقعد ويقفل فلوس مشكله من الغرفه امي ما تفرقش بين الدراع والشربه من خد لي تحيه اليوم تاع بي بابا مخاف السر لك مخاف ما تفرقش ها ايوه وبابا كل يوم يقولها بنين كل يوم كل يوم هي نفس الشربه بيته نفس الشربه بيته نفس الشربه نتاع مناول ويقولها ببنها نتاع اليوم ونقول نتاع اليوم مش هي نفسها معناها ستوك نتاع من كبير نفسها نتاع اليوم يقول بنين مش ترمان شكون عنده في الدار واحد من العائله لازم يعلق على الماكله بالله سامحني عندك جلبانه بالله بخلف رمضان اللي يعجبني فيك تسمعني راني تلمون كليت جلبانه طارق راسي ولا اخضر ومربع ويلق في رمضان بخلف رمضان ديما جلبانه ابون ديما جلبانه عام كامل صباح صباح المساء هبلت بجلبان كفرت بجلبان مرقة جلبان كل شيء جلبان تخرج وتوت البكهوفة ما جلبان ما جات بيريود لهم التونسية تغرموا وقتها بمرقة خضرة أوه أنا مرقة خضرة بجلبان يا خويا تحية ليها أما ليه أما شيء يا طارق أما شيء يا طارق مرقة خضرة تحية ليها كل الاحترام ليها بتحكي هكا كان يسمعك المرمز بالله نحب نفهمك فيه المرمز ديجا يجي من الرموزيه على ذكر المرمز بالحق الرمز المرمز كيفاش يعتبر روحه بلا لا في بالك المرمز المرمز كسر قاعده في السيونس والفيزيك كيفاش عمل الفرشه برك تضحك المرمز كسر قاعده في الفيزيك الفيزيك يقول الماء والزيت ما يتخلطوش إيه بعد خلت المرمز إيه بعد أم التونسية كسرت القاعدة كسرت الفيزيك نيوتن يشلت في قبر كسرها فيه تكلم بعضهم الزوز صحيح عندكم شي واحد في العائلة لازم لازم ينتقد الماكلة مش أنا ملح فما ملح ملح نقص سكر نقص ديما شكون وكيفاش تغزروا له أنا وكيفاش نغزر أنا بابا وكتشوف الغزل اللي نعملوه أنا ما نجموش نغزروا له بابا غزل نعملوا هكا كلنا انت اللي غزرنا لوت انت يا بابا كول 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 امان لك كونوا سيبنا وهي راهو اخر جمله تقولها للام ما طيبت هذاك الكل تجي انت بكل برود الدم تقولها والله كلي مالحه شويه صحيح ناقصه حاجه كلي انا من عشمة امي كي طيب لنا حاجه سامحني احكي ليديا تفضل يلا ليديا امشي عاد انا امي كي طيب حاجه لازم تظلنا قول لي مروان شنو انت تحب تحكي فما زيد باش نحكي لك على الوالده فما عملت لنا كوردون بلو بالبقر باهي ما هي مش لوجيك كوردون بلو بالاسكالوب معناها تقص على طفله باش تحكي لنا حكي كيما هكا خلي لي هي قصت على جيمي باش تحكي لنا حكي لي يلا يلا ليدي امشي احكي لي لا لا احكي لي لا والله ما تحكي لي حلفت عليك ساي اي باهي خليني احكي لكم قلت لك امي كي طيب لنا حاجه تذلنا بنينه عجبتك تقول لها اي المره الاولى تعاود تسلك المره الثانيه باهي يا امي سي بون تكرهك فيها انت كملت عشيت مسلسل وفي باش ترقد تقعد تذكر فيك سحور ترجع لك في السحور عجبك العشاء بالكونتر بابا عنده فاز اخرى بابا كي يجيب حاجه تحيا ليه بابا تحيا ليك يجيب حاجه يقعد عام كامل يحكي لك عليه مثلا يجيب لك فريز يجيب فريز مثلا ديسير مثلا يجيب فريز ديسير يبدا في العشاء اسمع لي قلت شنو بني فريز نقول له وي يقول لي انا جبته انت بابا فريز على فريز على الفريجيدير نمشي احنا بابا عنده طريقه اخرى عجيبه ريتو البنانه ذاك تعرف قد ايه؟ 4000 واش؟ لازمك تعرف قيمته قبل ما تاكل ظهر لي طارق بالك تجيو باش تعرسوا واحد باش تخرجوا من الدار باش يجيب لكم فاتورات اديسيون اما امي عندها فازة امي كي تقول لها حاجه بنينه راك تضر خاطر تقعد طيب فيها هي الوحيده حياتك كامله ما لازمكش تشكر كامله امي كي عرست بابا طارق كي عرست بابا اول حاجه طيبتها له مقلي بلي وين تعرف عليها العجيم شنو وين تعرف عليها؟ الوالد وين تعرف على الوالد؟ والله ما نعرف خاطر بوك شخصيه مشوهه ولاد حومه هم ولاد حومه ولاد حومه قصه حب من الطفوله وكل يحترم جيرانه برشا بوك اما لا دخل من باب الكبير اي ظاهر اي معروفه اي 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 قعدوا مخطوبين هما انت كيفاش تعرف على امك؟ شنو؟ كيفاش تعرف على امك؟ ايش قلت لي؟ عرسوا بالوقت ما نحكيوش احنا مواضيع انا حسب ما حكي لي طارق عرفته نهار العرس مازلت ما عرفتوش عرفته بعد ما عرف البارح 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 وين بديت هكا تفهم اخي بابا شكون؟ امين امين شنو لقبك قلت لي؟ الامام بعد شويه نرجع معاك في كويز الدين امين الامام باش تقعدوا تشوفوا كما شفتوا كممثل ككرونيكور بتشوفوا نجاحه وقوته تشوفوا جانب امين الامام جانب اخر في الدين وفي التقوى احنا نصحناك راهو اقعدوا معانا راجعين معاكم بعد شويه ماضي ساعه و50 دقيقه رجعنا معاكم في اخر 10 دقائق من نوفيل جينيراسيون ضيفنا امين الامام
هلو هلو ليدي العسلي هلو هلو احمد العجيمي اهلا وسهلا فرق عنيتش مروان بوزيان مرحبا مرحبا تحيه لمستمعينا الكل غفران الميري تسلم عليهم كل الفريق زد رنيم مالايات يسمع فينا تحيه ليه سلم على رنيم برشا صديقنا وتحيه للناس كل اللي تسمع فينا لقبك شنو الامام يلا نسمعوا الاكستريه ذي من مسلسل مشاعر بعد قول لي شنو هي الحاجه اللي فيه غالطه ولا غريبه يلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب اليم كيفاش سورة البقرة آية 7 العجيمي شنو هي الحاجة الغالطة زعما في الاكستري الحاجة الغالطة في الاكستري خروج على النص ها خروج على النص هذاك اللي حسيت وانت ايه قرآني ما حسيتش فما حاجة غالطة في ايه قرآني مش لقتش امين الامام اللي انت الامام شنو هي الغالطة في الاكستري هذي تعدت في مسلسل المشاعر هي آية 7 ولهم عذاب عظيم مش أليم مش أليم كيفاش؟ ولهم عذاب عظيم عظيم مش أليم مش أليم آية 7 من سورة البقرة اسمع يا سيدي ها وي الله يبارك عليك كل حاجة في بلاصتها كي هو ممكن ما نعرفش ممكن غلط تصير تصير نعرفش ما نجموش ما نجموش صحيت ما نجمو نقولوا شيء معناه هو غلط في عوض أليم في عوض عظيم قال أليم والله تفكر عليه امين احفظها بالايه معناها قديش الايه و... اي وفين الصور ما يظهرش عليا بكرا عليك ولا تبكرا عليك ميرسي عايشك تحب اي سؤال زاد مرحبا يا راه ابهرتني نحب نعاود نثبت في الاكستري يعني. فازي نحب نعاود نثبت في الاكستري باش نتاكد من من المعلومه نتاعك خاطر ابهرتني بالحق أبهرتني منين هذايا بالقرآن منين جايبها هو القرآن اخي اخي حاجه غريبه معناها والله برافو حاجه غريبه عندنا نعاودوا نسمعوا الاكستريم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم كيفاش؟ سورة البقرة آية 7 اسمع تقول لي حسن كشش لق بالغلط بكل ثقة شفت قالوا كيفاش؟ كيفاش؟ كيفاش قالوا سورة البقرة؟ آية 7 ترى عاود لي الآية بمنك حافظها ولهم عذاب عظيم إي هكا هو شنو توسعة إسلامية أنا قلت أنا صلحت لك المعلومة متظلع متظلع مش هي مش برشا لا مش بطريقة أما عندي عندي المينيموم بالحق نزيد نسألك أسئلة أخرين لا لا حاسك باش تبهرني لا لا يزي اسمع المرة الجاية سؤال سهل أمين لا لا سؤال سهل لا ما نحبش خلفاء الراشدون ما نحبش اوه هذا السؤال الشيخ عليه راهو كيسألو معناته هذا كل حلقة راهو يسألو هو تو اسمع اسمع هو يسخيبني أنا ما نعرفهمش معناها ولا هو قاعد بالعكس نحبك تنحي الصورة اللي بتتر عند الناس اللي في بالهم يعرفوك شكون بعد دورك بتاع الحبس أنا جاوبتك على حاجة أنت أبهرتني 2% ما يعرف ما يعرف برافو برافو هي الصورة هي الآية العجيمة هي الآية 7 من سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم عظيم, عظيم. الآية اللي بعدها هي والله صحيح تغلط شوي هي ما نعرفش عندها نفس المعنى لا مش نفس المعنى أكيد في القرآن كما هو يتحرف لازم كما هو أي أما عظيم وأليم شنو هو عذاب هو أي مي بون مي بون لازم فما فرق بين أليم وعظيم صحيح ربي يلطف بك أليم بون يا راو تنجم تكون هي هي راو هي شوف الآية اللي بعدها فيها توفى بعذاب أليم أليم فديما يصير الغلطة حتى ما أنك يقراو ربي يلطف بك الآية ما تصير العربية الفصحى أليم مي مونتاج وكل على ذاك مروان وبرانسيب معناها يشلقوا بها شكرا يا شيخ شكرا هذا يعني شكرا شوف النور اي هو هشام رستم يمثل كل هو ديما روحاني اي عنده مده في الروحاني هشام رستم عنده مده في الروحانيه اي ملي وقت عرس دخل في الروحانيه هو دخل في العلاقه مع مرته وكل شيء برشا عملوا نظموا ايفينمونات عملوا كل الروحانيات امين وكل وكل شيء هشام رستم الروحانيات يقربوا اسمع الروحانيات يقربوا برشا القلوب لبعضها والمشاعر لبعضها بعد ما وفات الروحاني السيزون تاع التورني طلقوا وفيت الروحانيات وفيت الروحانيات هما معناه عملوا مشروع مع بعضهم تاع روحانيات اما راو عملوا توزر عملوا سيدي بوسيد عملوا كذا وفيت التورني اي اما راو هشام رستم انا قابلته قبل ما يدخل في الحكايه هذيك تاع الروحانيات ما قعدش هذاك اش قعد قبل ما يدخل في العالم تاع الروحانيات والليفينمون هذاك الكل لا ملي صغير كان شخص وبعد ما دخل في الليفينمون هذاك تبدل جمله ديما طبيعه واشجار وحاجات عجيبه برشا من هشام رستم دونك حطوه في القلب نتاعو حاجه تفرح وي
خاطر في كل عمر حاجه تفرح برشا. انا نفرح كي راه انسان القى البلاصه اللي يعيش فيها السلام. برافو. سواء روحانيات سواء جسديات سواء سبور سواء فن سواء يا اخي حتى الفن روحانيات راه صحيت. اي معنى اما كل واحد وين يتجه. لقيت كل صعيب برشا انك باش تلقى فريقك راه بالحق. لقيت نسال في عجيب هو يا طارق انا في الطريق مازلت اللوج مازلت اللوج هو الانسان البيت نتاعو في الحياه معناها هو انه يلقى السلام الداخلي باي طريقه. انت لاقي سلام داخلي لوج مازلت في ثنيه وقتها تلقى زعما كنا نلقى ماكش تلقاني يدي هذا نهار لقى السلام الداخلي قال له السلام قال له تعرفني باش تسلم عليا حطمه معناها. هم نسالكم شبيبه الفرجه في الاعمال الرمضانيه مع العائله كيفاش كيفاش يكون الاختيار عجيني مثلا كيفاش الفرجه الفرجه مع العائله احنا ما فهميش اختيار احنا كل واحد عنده حق دقيقتين هاك كما تتبدل بالوقت تتقسموا الفرجه ما نتفرجوا فيهم كل ما بعضهم باهي مروان والله طارق ما نكذبش عليك احنا ما عندناش عام السنة هو انا ما نحكيش في الشيء اللي حكى عليه العجيمي راه ما فما حاجات هكا مع الدار شويه انا عجبتني سهير بن عمارة قالت لك ماذا بينا نزيدوا في اللسان نتاع لي كوبل كي ودسان نتاع ديزاموغو وكل فهمت تحب تقرب الاسره بين بعضها صحيح ماذا بيها كي عبد هكا قاعد طفل كي يسلم على ابوه من بعيد كي في الشارع كي يعرضوا هكا في الشارع وبرا يسلموا على بعضهم من بعيد وعندك زاد الام التونسيه كي تتفرج في بيا بنت المروكي عندها نتاع شك التربيه بنت توا ما عادش لا حشمه لا جاره انا بحري رحالي فهمت الاخ عفتك اللي تلقى بنتها كي تغزر كي متاع ماذا بها هي كيما بيا شويه نضاع وساكته تتلبد بحضمها باهي امين الفرجه في العائله مع العائله الحقيقه انا مع العائله نتفرجوا مع بعضنا معناها في الحاجه اللي نبدا فيها انا في ام سي بلي اي نشوفوا ورث كيفاش نحطهم خويا بالسيف تفرجوا حتى نفرجوا في حاجه فيها انا نحطوا ديما كتالوج تصاوري وانا صغير نفرجوا فيه لا بالحق نشوفوا وانا باش تعطيني امي بروفت مسرح دونك تقول لي راه كارك عملت هكا كارك عملت هكا وكي تبدا سين هكا صحيت السيكونس انا مش عاجبتني كان نتلفهم الكل تحيه ليها الممثله وهي مراه ساعه سلموا عليها برشا نقول نحبك برشا امي وبابا واختي وجماع الكل اما كي تبدا السيكونس ولا حاجه مش عاجبتني ما نحبهمش يتفرجوا فيها قال لهم بحال موضوع اعطيني كاس جو كاس جو اعطيني الكوماند الكوماند انت العجيمي كي تجي لقطه فيها شنو تعمل؟ لقطه فيها شنو بالضبط؟ فيها انت كي وما تحب ماش عجبتك من اللقطات اللي انت عاملهم شنو تعمل؟ يا دي ملع شيء في راس الناس يا ليش تعاد راه الوليد بقوا ديمات راه الليلة زي انت بويسكو عنده برشا عندك برشا لقطات والله انا تعديت في حلقتين في الهرب معناها في حلقتين في الهرب والله احساس جميل معناها فما بالك عباد تتعدى موت من الحلقه الثانيه اللي تتعدى عام كامل ولا بالحق بالحق احساس جميل على الاخر يعيشوا طارق تصور معناها مين يعيش فيه معناها لحظه جميل نسالك كي حكيتوا على الاعمال الرمضانيه خاطر انا بيدي طارق نحب معناتها نتعدى في الاعمال الاعمال الرمضانيه انا خاطر ديما صوتي معروف برشا يسمعوني في الراديو برشا عملوا جاتني فرصه وكلموني باش نخدم في قناه نسمه في عمل باش يتعدى في رمضان اولاد بحر صوت كهوزت عديت فيه برافو ان شاء الله بشويه بشويه اربع سوال من الصوت نتعدوا الفيديو مروان حنا نسالك في الاخر انت ديما انت ديما انا ما مش كيفكم جمله خاطر احنا في دارنا ابن خلدون متفاهمين عائله كامله شو حطوا ابن خلدون ما تعرفوش خاطر بالطبيعه تصور تخدم في عمل في جعفر القيسمي بسم الحمراوي كل كريم الغربي عمل عائلي كريم الغربي مروان حنا نسالك ديما انت تقلد سامي الفهري وكل سمعنا الحكايه نتاع خروجه ما زالت وكل انت متبع شويه في المال سيدتي اني سيتي سيدتي بيانتو ان شاء الله نروح شنو لازم يخرج سيم 4 مليار دويت وانا نحب نقول حاجه يا طارق 4 مليار دويت سي ريان قدام شنو ربح سامي الفهري ناس في برنامج الصندوق مقدور عليهم دونك برنامج كان يسيبوا لي الفلوس المجمده مقدور عليهم ميرسي بوكو سامي ربي يخلص واحد الخروج والحبس كذاب ربي يخلص واحد سامي الفهري ميرسي بوكو مروان بوزيان ميرسي بوكو ليدي العسلي احمد العجيمي ميرسي بوكو امين الامام تكون معنا ان شاء الله على قريب مره اخرى تحيه كل فريق كوجا في الاخراج حيمي بربيع في الاعداد سليم عبد المجيد في الاي اف ام تي في احنا نتقابلوا للسبت الجاي في نفس التوقيت بعد شوي يجيكم امين غلينزا في سبور ماكس